مرة يمكن لأني على المحاضرة. الحقيقة يعني موضوع المحاضرة والتايتل اللي هو حاطه شدني جدا، بتاعت سي بايرفت، ليه حاجة بسيطة جدا كنت شايفها مهمة قوي، ايجيبت از موديل، لان ما ينفعش نتكلم يمكن على الاليمينيشن اوف هيباتايتس سي فيروس من غير ما نتكلم على مصر والتجربه المصريه. سنه 2013 الجلوبال هيباتايتس سي فيروس بيفيلنس في العالم كان حوالي من 170 ل 200 مليون شخص مصابين، بالإضافة لمليون أو 2 مليون حالة جديدة كل سنة. سنة 2013 كذلك من نص العدد ده أو نص 2 مليون شخص دول كانوا موجودين بس في 4 دول في العالم، الصين وباكستان والهند وللأسف مصر. يمكن القصة اتغيرت شوية خلال سنين بسيطة جدا. الأرقام اللي أعلنتها الـ WHO سنة 2017 لحجم الإصابة بفيروس سي في العالم قالت إن إحنا عندنا حوالي تقريبا 70 مليون شخص مصاب بس. بدأت تظهر الأدوية وبدأ تجربة الأدوية في علاج فيروس سي. بدأنا سنة 91 باستخدام الستاندرد انترفيرون، نتائجه كانت سيئة جدا، 10% بس ربا 15%. زودنا الريبابايليتد انترفيرون سنة 2001 النسبة وصلت ل 50%، كان في فرق واضح، ولكن في بعض الجين تايبس مع ظهور البوسبريفير والتلابريفير الفيرست جينيريشن اوف دايركتلي اكتنج انتي فايرالز في 2011 واللي كانت بتتاخد مع الانترفيرون ووصلت الريسبونس ريت لحوالي 70%. سنة 2013 مع ظهور السوفوسفوفير والإف دي أبروفال اللي خدوا في نوفمبر 2013 وظهور الكومباينيشنز وبداية البان جينوتيبك أو المالتي جينوتيبك في الوقت ده دايركتلي أكتنج أنتي فيرالز ريسبونس ريت وصل ل 90%. حاليا في 2021 وزي ما هنتكلم بعد شوية الريسبونس ريت يمكن بقى أكثر من 98%. حاليا عندنا 3 مجموعات رئيسية من الدايركتلي أكتنج أنتي فيرالز، الـ NS3 4A، الـ NS5A، والـ NS5B أو البوليميريزز. التريتمنت غالبا بيعتمد على كومباينيشن ما بين 2 او اكثر من الادويه دي. كارنتلي وفي كل الجايد لاينز يمكن العالميه حاليا وخصوصا الاي سي دي والايزل، احنا عندنا حاجات بانجينوتيبك ما فيش عليها خلاف، السوف فيلبا ودي في كل الجينوتايبس، وكذلك الجي بي او المافريت اللي هو الجليكا بريفير بيبرين تاسفير، وعندنا حاجه بنقول عليها سالفج ثيرابي اللي هو البوزيفي او التريبل ثيرابي سوف فيلبا بوكسيلا بريفير، وده بس عشان التريتمنت فيلير. الثلاثة اوبشنز دول بانشن تيبك ريسبونس ريت ليها بقى 99 كبيره جدا. الكلام كمان ما بقى السيفتي بروفايل بتاع الدايركت اكتنج انتي فايرلز مختلف تماما عن الانترفيرون ثيرابي، وده اللي سمح لنا ان احنا نعالج اعداد كبيره من المرضى كنا بنعتبرهم ان اليجابل تو ثيرابي ايام الانترفيرون. عندنا عدد كبير من الجايد لاينز موجوده، حاجات جلوبال زي ال WHO جايد لاينز، سوسايتي سبيسيفيك جايد لاينز زي ال ACLD ان كومباينيشن مع الاتسا او يزل، وعندنا guidelines for population specific زي people injecting drugs وغيرهم، وعندنا كمان national guidelines ويمكن من أشهرها عالميا فعلا Egyptian guidelines بتاعتنا. الحقيقة guidelines اتغيرت الفترة اللي فاتت،
بهدف القضاء على فيروس سي. اتغيرت بعد ظهور الدي ايز، اتغيرت لان كل الجايد لاينز حاليا لسيليديل دبليو اتش او الايزل ما عادش فيها اي ريستريكتيف بريورتيزيشن فور تريتمنت. اي حد وذ هيباتايتس سي فيروس طالما سنه يسمح، اي حد وذ هيباتايتس سي فيروس ما عندوش ميجور كونترا انديكيشن should be treated without any priorities. WHO أعلنت سنة 2000 donations نحسن الأكسس to safe injections، اللي هياخد أي injection ياخدها في مكان safe. البيلر الثاني هو التستينج تارجتس او السكرينينج. 90% من الناس اللي عندهم فيرال هيباتايتس لازم يبقوا عارفين واوير اوف ذير انفكشن. البيلر الثالث هو التريتمنت تارجتس. 80% على الاقل من الناس اللي عارفين ان هم مصابين بفيرال هيباتايتس should be treated قبل 20-30. طب الهدف ده هل هو معناه ان احنا هنعمل إليمينيشن تماما للفيرال هيباتايتس؟ لا، احنا هنإليمينيت المين فيرال هيباتايتس كوزس البي والسي as a major health problems، هيفضلوا موجودين. هدف ال WHO ان احنا نعمل 90% reduction في النيو انفكشنز او في الاصابات الجديده، و 65% ريدكشن في الديثز او في الوفيات وسط الناس اللي عارفين فعلا ان هم مصابين بفيرال هيباتايتس. اعتمادا بقى على الحاجات اللي قلنا عليها في ماذر تو تشايلد ترانسفورميشن طبعا بالنسبه للهيباتايتس سي، لكن مهم قوي ده اللي هنركز عليه اكسباندد او نون ويز انفكشن. هيباتايتس سي فيروس انتي بودي 10% تقريبا 15، الرقم نزل لحوالي 10 فيريميا، ستيل طبعا رقم كبير قوي. الحقيقه في عدد كبير من الاستادز طلع من مصر بيحدد حجم المشكله ويحط المانجمنت استراتيجيز ويحطنا على خريطة الإصابات العالية ويحط الهيباتايتس سي عموما كواحد من المشاكل الصحية المهمة في البلد. لكن أكثر حاجة فرقت كانت إطلاق اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في مصر في ديسمبر 2012. اللجنة دي وعن طريق شباب موحدة، وهي اللي عددها تعدى حاليا أكثر من 300 مركز من خلال الشبكة دي، ومن خلال توفير الأدوية بأسعار مجانية أو أسعار أقل كتير من مثلها سواء للأدوية المستوردة أو غيرها، قدرنا نعالج عدد كبير جدا من المرضى. الريال لايف ستاديز اللي طلعت من مصر كانت بتتكلم على نتائج عالية جدا، يمكن طلع عندنا عدد كبير من الريبورتس تقريبا على كل التريتمنت ريجيمنز، السوفت داكلا، السوفت سيم، الامبتاسافير باريتا بريفير ريزلتس، النتائج بتاعت مراكز العلاج كسنجل سنتر ستاديز، ويمكن الريال لايف من 98% ل 100% sustained virological response. من الحاجات اللي فرقت معانا جدا التريتمنت ريت، عدد المرضى اللي في مصر تعالجوا سنه 2016 كان، وبكده مصر كانت من اعلى دول اللي حققت طفره كبيره في اعداد المرضى اللي عالجتهم. سنه 2016 عدد المرضى اللي تعالجوا في مصر فعليا فاقوا العدد اللي تعالج في العالم اجمع خلال سنة 2016 including United States، أوروبا، دول آسيا كلها. الهدف يا إما نعمل كنترول أو نحاول نوصل لكنترول للإنفكشن، وده معناه إحنا نحاول ننزل النسبة بتاعت 7% فيريميا في الديموغرافيك هيلث سيرفي 2015 لحوالي 2%، أو الهدف الثاني وده الهدف الأكبر إن إحنا نحاول نعمل ديزيز إليمينيشن على حسب التعريف بتاع الـ WHO، وده كان معناه إن
عشان نترجمه الارقام عشان ننزل اقل من 2%، ومع بدايه استخدام الدي اي اس في 2015 اراوند 3 مليون و7 من 10 بيشنتس، وحوالي 5 مليون بيشنت علشان نوصل للاليمينيشن او انفكشن ريت. بعد بدايه 18 وبعد مرور ما يقرب من 4 سنين، كل اللي احنا عالجناه في خلال المشروع ده كان ما يقرب من 2 مليون مريض مصابين بفيروس سي. ده كان معناه ان احنا عندنا عدد كبير من الناس ما يعرفش فعلا ان هو مصاب، وده يمكن كانت نتائج عدد كبير من الاستادز اللي اتكلموا على نسبه الناس اللي اول المصابين بفيروس سي هم اللي عارفين ومكتشفين الإصابة بتاعتهم. الاستادي دي published في بلاس وان سنة 2014، ويمكن الاستادي دي بتورينا حاجة مهمة جدا وهو الأكسس تو تريت في عيانين فيروس سي. الاستادي دي او الموديل ده، الموديول ده اتعمل بين بكرونيك هيباتايتس سي 50 شخص بس هم اللي دايجنوزد وعارفين فعلا ان هم مصابين، 43 بانشورنس او وات ايفر، 27% منهم في الاخر هم اللي عملوا البي سي ار وكونفيرمد ان هم هيباتايتس سي. الليفر بايوبسي والستيجنج اتعمل في 17%، 16% منهم خدوا هيباتايتس سي تريتمنت بكيور ريت حوالي 60%، يعني في الاخر 9% بس من المصابين هم اللي بيتعالجوا. طبعا الكلام هنا كان على الانترفيرون ايرا. لكن اهم حاجه تعلمناها من الدرس ده ان انا عندي 50% من الناس بفقدهم بس في الخطوه الاولانيه اللي هي خطوه الاويرنس اوف دايجنوزس او مجرد معرفه الاصابه بالفيروس. الحقيقه الكلام ده غير الجايد لاينز بس من ناحيه تانية بقى خالص غير اللي اتكلمنا عليها اللي هي الاليجيبيلتي سكريننج. كان دايما ريسكي بيزد سكرين للاي في دراج يوزرز، للناس اللي خدوا بلاد ترانسفيوجن، الناس اللي عندهم ترانس امينايتس او اليفيشن في الليفر انزيمز. سنه 2012 بدا يحصل تعديل شويه وقالوا لا احنا هنضيف بيرث كوهورت، الناس اللي اتولدوا ما بين 5 كأعلى تعالوا كمان نعمل لهم تيستينج. الحقيقه من 2019 وبعد اطلاق هدف الـ WHO بالهيباتيتس اليمينيشن، الجايد لاينز بدات تتغير فور سكريننج ليس اللي دي السي دي سي، كل الجايد لاينز بقت تقول ان احنا محتاجين اتليست نعمل 1 تايم لايف هيباتيتس سي فيروس سكريننج كل شخص فوق 18 سنه، يعني السكريننج لازم يتعمل اللي احنا طبقناه في مصر من خلال مبادرة 100 مليون صحة. المبادرة دي بدأت في أكتوبر 2018 بهدف ان احنا نعمل سكرينينج 65 مليون مصري خلال فترة 7 شهور. الحقيقة اعتمد المبادرة على المصريين اللي سنهم فوق 18 سنة، وكذلك طلبت المدارس اعتمادا على قواعد البيانات بتاعت وزارة التعليم اللي سنهم من 12 ل 17 سنة. المبادرة اتعملت على 3 مراحل، كل مرحلة كان فيها عدد من المحافظات المصرية، كان معاها حملة إعلامية كبيرة يمكن كلنا تبع. خلال الحملة دي أكثر من 5000 سكرينينج يونت كانوا شغالين، 20,000 تيم كانوا بيشتغلوا 12 ساعة متواصلة يوميا في حملة السكرينينج. كان في دايما موقع إلكتروني مستمر لتسجيل تطورات الحملة وإجمالي المسح في الفئات العمرية والمسح في المحافظات.
وكذلك طبعا النون كوميونيكابل ديزيزز او الاوبيزيتي والديابيتس، والحاجات قالت من ال 57 مليون واحد اللي بقوا سكرين هيباتايتس سي فيروس انتي بودي بوزيتيف، 1.5 مليون منهم كان عندهم بدأوا العلاج من خلال واحد، بالإضافة طبعا لعدد آخر أكيد من المرضى بدأ العلاج في البرايفت سيكتور. يمكن دي آخر سلايد، البيبر دي احنا نشرينها في نهاية 2020، ودي ماذا بعد السكرينينج. احنا عملنا سكرينينج ل 57 مليون شخص مصري، عالجنا تقريبا 4 مليون شخص منهم. ايه هي الفيوتشر استراتيجيز بالنسبة لنا؟ مبدئيا احنا محتاجين نتأكد او نعيد التأكد من الوضع دلوقتي على ارض الواقع بعد الحملات الكبيرة للمسح وللعلاج. عدد المصابين بفيروس سي في مصر حاليا قد ايه؟ احنا في انتظار الديموغرافيك هيلث سيرفي الجديد اللي هيبين لنا الانتي بوديز بقى قد ايه والبي سي ار بقى قد ايه بعد العلاج الاكستنسيف اللي احنا عملناه. محتاجين نركز على الفئات اللي كانت دروب اوتس من حملات المسح اللي فاتت. محتاجين نستكمل المسح بتاع المدارس لان جات الازمه بتاعه الكوفيد 19 بانديميك وعطلت الامور شويه. لا زال عندنا بعض الملفات العالقه زي اللونج تيرم سكرينينج للسيروتيك بيشنتس فور ايرلي ديتكشن اوف بان والكنترول ميجرز والبلاد سيفتي، علشان نحتفل قريب ان شاء الله ان احنا عملنا اليمينيشن للهباتيتس سي من مصر، وبعدها اعتقد العالم برضه هيحتفل ان شاء الله في 2030 بالهباتيتس سي فيروس اليمينيشن فروم ذا وورلد. شكرا جزيلا لحضراتكم.